بجد تحية حضراتكم مشاهدينا، وبالتأكيد في أجواء الاحتفالات بيكون الفن له دور، خاصة الشعر والشعراء، وحيكون لقائنا القادم مع شاعر العامية الأستاذ محمود محمد أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ أهلا محمود، بحضرتك، أهلا مشرفنا، الله يخليك. وبالتأكيد دايما الفن والشعر تحديدا بيكون مرآة بتعكس الواقع وبتعكس ما يدور داخل الإنسان. عايزة أعرف من حضرتك إمتى بدأت هذه الموهبة تظهر مع حضرتك؟ والله حضرتك من زمان، من زمان، مش عايز ابالغ واقول مثلا من وانا في الابتدائي كنت بمسك ورقه وقلم كده واكتب. طبعا كانت بتبقى حاجات مش موزونه او مش مكفاه، تمام. لحد ما واحده واحده في الاعداديه ثانوي لما دخلت الجامعه الحمد لله بقيت شاعر الجامعه، جت واحده واحده، بس هي بدات من سته ابتدائي تقريبا. بس لكن ده خلى حضرتك مثلا تدرس تتخصص في مجال قريب من الشعر. انا مدرس حضرتك تمام. انا اصلا يعني طبعا انا دارس كليه التربيه ودارس حاجات كتير طبعا، فالحمد لله ده ساعدني اكيد. أعرف من حضرتك يعني إلى أي مدى الشعر بيكون الشعر العامية أقرب له أكتر من شعر الفصحى أو الشعر بالفصحى؟ والله انا عشان اخترت العاميه لاني حاسس ان هي اقرب، زي ما حضرتك قلت عاميه يعني العامة الشعب، فممكن يفهمني الانسان البسيط، انسان حتى اللي تعليمه على قده، اي حد هيفهمني. لكن شعر فصحى انا اقدر اكتب فصحى وكاتب حاجات فصحى، بس للاسف انا حبيت العاميه اكتر، حاسس ان هي بتوصل بسرعه للناس، الطفل الصغير بيفهمها، الانسان زي ما قلنا المتوسط التعليم او اللي حتى معلش في الكلمه هنقول لو حتى مش متعلم بيسمع اسمه شعر عاميه، كلام من عامه الشعب جميل بيتفهم بسرعه. حضرتك قلت ان انت كنت في الجامعة كلية شاعر، التربية في شاعر الجامعة في الحمد التوقيت لله. دي او فترة دراسة حضرتك، بالظبط، ده يعني ان انت دخلت مسابقات أكيد اثناء أكيد. فترة الدراسة. هل شاركت في مسابقات بعد كده ولا توقفت والله المشاركة في بعد المسابقات؟ التخرج والشغل طبعا الحياة العملية بدأت أكتب حاجات، يعني الحمد لله مثلا المحافظة كانت تعمل مسابقات، مثلا قصور الثقافة تعمل مسابقات، بس شاركت يعني الحمد لله، شاركت تمام. شاركت كتير طيب كمان. نسمع بقى حضرتك عشان يعني مشاهدينا بقى طب اسمع حضرتك حاجة بمناسبة الربيع، وان احنا كان في اغنية عن الربيع، نعم هي مش للربيع بس فيها عن اطفال مصر، هي تمام. حاجة لاطفال مصر بقول فيها: اطفال مصر يا زهر جميل، اطفال مصر يا ورد النيل، مصر عشانكو وبيكو تكون اعظم احلى بلاد الكون، انتو املها وبكرة الجاي، زرع ترابها وصوت الناي، انتم اكبر ثروة عشانها، بيكم نحقق مستقبلكم ومستقبلها، انتم ليها الجاي والحاضر، مصر تقول ونقول لها حاضر، يعني عشانها نضحي بروحنا وتهون ليها كل جروحنا، اطفال مصر يا صبح جديد، مصر هتقوى بايد مع ايد، مصر بلدكم فكروا فيها دايما، حافظوا وخافوا عليها، وافكركم تاني واقول خلي بالكم يا ولاد مصر، خلي بالكم من الطوفان، خلي بالكم يغرقوكوا ويضحكوا عليكوا الزمان، ايد في ايد نبقى جبال، نبقى اقوى من اي سد، عمر الشعب المصري ممال، عمره مهاب من اي حد، اوعوا تنولوهم اي شيء في بالهم، واصحوا ووقفوهم وهدولهم املهم، خلي قلوبكوا ليها وعيونكم عليها، عمر ما حد ابدا يقدر يوم يأذيها، ويلا همه معانا، همه يا كل الناس، بلدنا مصر هتعلى بالعزم والاخلاص، يلا يا ولاد نتمنى قلوبنا بالخير تتحنى، وبلدنا مصر تكون جنه بايديكم انتوا تخلوها، يلا يلا يا ولاد احلامنا، العدل يسكن ايامنا، والحق نلقاه قدامنا، والظلم صفحه هتطووها، ويلا يا ولاد هنغني يا بلدنا، واطلبي واتمني بولاد ولادك تتهني، وانتوا اللي تقدروا تحموها، انتوا اللي تقدروا تحموها. جميل. طيب عايز اعرف حضرتك ليه اخترت الاطفال، يعني هل ده في اتجاه ان انت هتكتب للاطفال، خاصة انه كتابة للطفل ايه اصعب؟ اصعب، طبعا طبعا. وقليلين من يطرقوا هذا المجال؟ حلو جميل. انا دي عامة كان في طبعا اقول الموقف بتاعها، يعني كانت مطلوبة مني في حفلة في حب مصر للطفل، حفلة في حب مصر للطفل، فالحمد لله استدعوني وكتبتها، كانت قريب على فكرة، واتكرمت فيها الحفلة دي.
وانا طبعا لازم اكتب للاطفال ان هم امل المستقبل، املنا لو الطفل ما اهتمناش بيه. يعني بالعكس ده احنا محتاجين للكتابة للأطفال، بالظبط لأنه ده اللي بالظبط بيشكل وجدانه، بالظبط، ويعني اساس اساس. محتاجين نغرس فيه حاجات كتيرة من خلال بالظبط الأغنية أو القصة المغناة أو ما إلى ذلك، بالظبط. لأنه ده اللي ممكن يأثر فيه بصورة أكبر مع الريتم وبلده السريع. لما يكبر لو ما كانش حابب بلده مش هيديها، لكن لو حب بلده هيديها. اهتمام. طيب أعرف من حضرتك برضو، يعني كل إنسان وهو بيبدأ يكون شخصيته بيبقى عنده قراءات لمجموعة من الكتاب أو تمام الشعراء، تمام بالتأكيد لما تتخصص حضرتك في شعر العامية أكيد كان ليك قراءات لبعض كبار شعراء العامية، اكيد اكيد. فعايزة أعرف من حضرتك يعني أمثلة لصلاح جاهين انا لسه كنت مين؟ هقول صلاح جاهين قبل ما حضرتك تتكلمي، وانت اول ما قلت صلاح جاهين انا بعشقه، حاجاته كلها سواء بقى اللي اتلحنت او اللي في الكتب انا يعني الحمد لله قريت كله. في بيرم التونسي، طبعا استاذنا بيرم التونسي، يعني ما يعني بص حضرتك اللي هيبدا اي حاجه وما يقراش فيها متهيألي مش هيبقى كويس. انا لازم كده قرايه في اي حاجه بتحبه هتديك اكتر، فالحمد لله قريت لبيرم التونسي والاستاذ صلاح جاهين، وبحب قوي استاذنا احمد فؤاد نجم. الله فؤاد نجم يرحمه. الله يرحمه، بعشق، انا بعشق كتاباته، والملحن منها جميل، اللي هم كانوا بيقولوا صعب انه يتلحن، في حاجات هو بيكتبها كانوا بيقولوا صعب انها تتلحن، اتلحنت واتغنت وغناها كبار المطربين الموجودين حاليا، مش عايزين نذكر اسماء بس كتير يعني ما شاء الله. فانا عشان كده حبيت طيب العاميه. مين على الساحة دلوقتي من الشعراء اللي ظهروا الجداد الجداد؟ مش يعني مش في كتير حلو، بنتابع حد منهم؟ عارفه حضرتك والله هقول لك شعراء جداد، يعني مش عايز اتحرج في السؤال ده قوي، بس هي لا بس مفيش هي مشكلة، بس انا مش مش زي ما تقولي محرج ذهني ولا ما أي. حضرش معايا قوي في بس طبعا في كتير حلوين دلوقتي برضه، في كتير كويسين قوي. عامية. طيب عايز اعرف منك برضو، يعني طبعا الظروف اللي بتمر بيها مصر دايما يعني مأثرة بصورة كبيرة على كل المواطنين، أكيد أكيد ولكن البعض بيتهم او بيقول انه الشعراء بيبقوا برجهم عالي شوية او بيعيشوا بعيدا على ارض الواقع، هل هذا الرأي سليم؟ والله ما بعتبرش ده اتهام، ما بعتبرش ده اتهام. انا بعتبره لو هنقول الشاعر بيحلق في سماء وبيكتب حاجات فيها خيالات وكده شيء جميل، بنخرج شويه من الواقع، وطبعا يعني مش كل الشعراء، يعني في اللي بيكتب حاجه بتمس الواقع بالظبط وفي اللي بيخرج، وده جميل يعني عشان حتى الانسان لو جواه مشاكل او بيتعرض لاي حاجه هو ده اللي بينفس عننا، يعني جميل يعني. اعرف من حضرتك بتقول ان انت طلبت فكتبت دي تحديدا للاحتفال بالطفل، بالظبط، هل بيختلف احساسك وانت بتصيغ حاجه كده بهدف معين او بمناسبه بفكرتي انا بقى عن انك تبتدع لنفسك القصه وتبدا بالظبط. تصورها؟ انا كاتب حاجات طبعا انا بقى اللي بتخيلها، لان انا زي ما قلنا لحضرتك انا شاعر عامي، في مواقف في الحياه بتمسني زي كل الناس، بس يعني. حضرتك تمسني تمس، فكاتب حاجات. طب نسمع من حضرتك حاجه تانية؟ يعني ندخل نخرج شويه عن مجال الوطن، ولا يعني هقول حاجه يعني لحضرتك؟ ناخد حاجة وناخد آخر حاجة للوطن. ماشي، لو هنقول مثلا في فكره كده انا حاسسها، بنت بتكلم اللي هي الانسان اللي بتحبه، دي فكره جات لي انا كتبتها، تمام. ويسالوني يقول لي طب انت كتبت دي بالذات ليه؟ ما هي فكره خطرت على بالي او شايفها في المجتمع بتحصل بالذات في السن الصغير، هي طفله صغيره، مش صغيره اقصد طفله، بنت شابه وبتحب واحد كبير في السن، فهنشوف هي قالت له ايه. هي انا مسميها ما بياخدش باله مني، انا مسميها كده، بتقول ما بياخدش باله مني واكلمه ما يكلمني، ومهما حاول اقرب له هو يبعد ليه عني، يمكن مش عاجباه، يمكن مش عاجباه، بس بحبه وبرتاح له وهو اللي انا حاساه، عايزه اروح له واقول له بحبه وخايفه من سني، ما بياخدش باله مني. ايوه صغيره بس بحب وادوب في هواه، بجد متحيره اعمل ايه في حكايتي معاه، او يمكن ما شافنيش والذنب مش ذنبه، ما انا كنت بداله وانا ماشيه من جنبه، بس بفكر اروح له واقول له ايه يعني صغيره، حبه في قلبي معايا بيكبر والدنيا قصيره، بس يا رب يحس بحبي وما يفرقش معاه سني، ما بياخدش باله مني، ما بياخدش باله مني. فكرة يعني شفت فكرة الفكرة دي؟ لطيفة. الله ينور عليك، فكرة. طيب أعرف من حضرتك، هل أنت يعني شعر العامية وقت كتير بيبقى عينه على إنه أشعاره
يتم تلحينها او انها تتحول إلى لحن الى مغناه، لحن اه مغنى. اغنيه مغناه. اه هل ده ورد في ذهن حضرتك؟ انا الحمد لله اتلحن لي برضو حاجات طبعا من بدايه الجامعه او في ثانوي، كان صحابي كده مع بعض، والجامعه اتلحن الحمد لله حاجات كتير ليا. وفي الفتره الحاليه في في حاجات اعمال متلحنه، اه اعمال متلحنه، وفي حاجه معايا متلحنه بس طبعا. قدمتها لحد يعني او لا كمطربين اه والله انا ما بسعش قوي، انا بكتب لنفسي يعني. طب انا وتحويلها مع لحن، ما لازم ما تقدم انا لما تقدمها لمطرب. ما انا انا اللي بلحن يعني، انا اللي بلحن، انا بلحن حاجتي. حته بقى مطرب دي لو ربنا كرمه في مطرب وكده اتعامل معاه جميل يعني، انا اتمنى. لكن انا عشان مدرس قلت لحضرتك برضو مشغول شويه، بس انا بكتب، انا عندي كم حلو بس عايز بقى حد تمام. نديله يعني. طيب يعني نسمع حاجة كمان لو ملحنة ولا حاجة كلمات؟ اللي تختارها لنا اختيار حضرتك. ماشي. في حاجة جديدة قوي برضه بالنسبة لحضرتك، قلت الأفكار وكده، حاجة اسمها الحياة رحلة قصيرة. الحياة رحلة قصيرة طبعا هي متلحنة بس يعني لحضرتك أقولها لا انا ككلمات. قلنا شعر. شعر. الحياة رحلة قصيرة عشها بحلوها ومرها، يعني يوم نفرح يوم نحزن فيها ايه يعني وايه جرى، كل شيء مكتوب علينا كله هنشوفه بعينينا، والمقدر جاي لينا يبقى ليه نرجع يوم ورا، دي الحياه رحله قصيره. حب واعشق عيش وسامح ليه نخاصم خدنا ايه، احضن الايام وصالح كل شيء تقدر عليه، هي رحله وماشيه بينا يوم معانا يوم علينا، مهما كانت يوم بتقسى برضه بتفرح عينينا، ما تداريش عشقك وحبك واقفل الحزن وضيه، غني للفرح وناديه، دنيتك ما تغني ليها في الطريق بشويش عليها، ما انت عايش فيها عايش يعني احسن ليك داديها، والحياه رحله قصيره عيشها بحلوها ومرها. هي فعلا رحلة قصيرة. لا ما لازم. أستاذ محمود هستأذن حضرتك لأن ده موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة الإسماعيلية، نرفع أذان الظهر ونعود لحضرتك.